عيلة 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 تايهة تايهة يا ولاد الحلال فلوسة نايل نايل على جيبة رجال عيلة تايهة تايهة يا ولاد الحلال فلوسة نايل نايل على جيبة رجال الحلوة خوخة. شفت شفت زودتها في الرقص بهدلت الاصابه بتاع كتفك. معلش اشرب اشرب يا هيما واربع الليله ليله هنا وسرور. احنا معمول معانا واجب انما ايه في اهيما كتاب اللي انا بحبك حبه تعون ما حبوش راجل لراجل قبلك. ايه الليله دي بتحب تعون يا ايه الليله دي؟ الحمد لله الحمد لله. الله 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 انت ليك في سن المعاشات ده؟ لا انا ليا في فلوس المعاشات. استنى بقى كده شويه لان شكل السناره جامد. سنارتي اللي تلمز يا عم كداكي دي لو السناره غمزت فيها تموت. ده حلاوته يا حمار اللي زي دي ها تظبطها في اول اسبوع تتجوزها في التاني تموت في التالت تورث انت في الرابع معروفه. ايوه يا صاحبي بس عزرائيل مش بالنيه ومحدش ضامن مين بيموت قبل مين. مشيك تبقى معمره وبتضرب بالركلي الوليه دي ساعتها تشرق انت الاول وتبقى ليلتنا كتير. ساعتها ابقى شهيد احتسب شهيد معروفه برضه. طيب انا اروح احبق بقى عليها ها وراجع لكم ولو ما رجعتش تبقى الليله اتظبطت. ماشي خلاص يا هيم خلاص يا هيم وفر الكوست ده لتيتك يلا الليله دي حبيبي يا حبيبي. شاطره وشطوره على فكره انا معجب بحضرتك جدا جدا جدا. مش حضرتك نيكول سابا برضه؟ في واحدة بره اسمها سارة بتقول عندها ميعاد مع حضرتك. خليك تفضلي. اتفضلي. ما بتردش عليا ليه؟ ابدا مشغول زي ما انت شايفة. ما بتكلمش على دلوقتي. ليه من ساعة ما كنا مع بعض ما بتردش عليا؟ ما كنتش عارف ارد اقول ايه او حتى ممكن نتكلم فيه. اي مفيش اي حاجه تجمعنا ممكن نتكلم فيها؟ انا فكرت كتير قوي يا ساره وللاسف لقيت انه مفيش. غريبه يعني قبل الليله دي كان في كلام كتير. الفتره اللي احنا كنا بنتقابل فيها دي يا ساره انا ما كنتش انا كنت انسان تاني. بس عشان اكون صريح معاكي انت كان ليكي فضل كبير جدا عليا في ان انا اتخطى المرحله دي. سلمه يعني. بالعكس انا شايف انها ايد قويه اتمدت لواحد كان بيغرق خرجته على الشط. فأول حاجة يعملها بعد ما يطلع إنه يسيبها ويمشي، مش كده؟ بس إحنا يا سارة مش شبه بعض. حتى المكان اللي إحنا اتقابلنا فيه مش بتاعي. أنا أصلاً ما بشربش. الليلة اللي إحنا قضيناها مع بعض أنا مش فاكر منها أي حاجة. زي ما أكون كنت إنسان تاني. بس تعرفي يا سارة الليلة دي كانت مهمة جدا جدا بالنسبة لي لأن اتعلمت فيها حاجات مهمة قوي عن نفسي. أهمها إن أنا إنسان ضعيف وأنا بفتح باب الفيلا عندك عشان أخرج قررت إن أنا مش هبقى ضعيف تاني. هقفل صفحة نجوان هفتح صفحة جديدة. أنت بتتعامل معايا على إني إيه يا نادر؟ شايفني إزاي؟ أنا شايف إن أنت من أكتر الشخصيات المحترمة اللي أنا اتعرفت عليها في حياتي. إنسانة واضحة وصريحة لا بتلفي ولا بتدوري مش عايزه تخدعي حد. بس زي ما تقولي الوقت اللي احنا عرفنا بعض فيه يمكن هو ده الوقت الغلط. لو كنا اتقابلنا قبل كده بشويه او بعد كده بشويه الوضع كان هيختلف بطبيعه الحال. لكن برضو انت علمتيني حاجات مهمه جدا. على سبيل المثال ان انا مش ممكن اثق في حد تاني 100% يعني بس مش 10% يمكن اكتر شويه. انت عارف ان انت الوحيد اللي ما طبقتش مع النظريه دي من ساعه ما فكرت فيها؟ يعني كنت حاسه ان ممكن يكون في حاجه بينا اكبر من اللي حصلت. خساره اللي حصل بينا اكبر من اللي ممكن كان يحصل يا ساره. انا شخصيا لحد ما اموت انت هتفضلي معلمه جوايا عمري في حياتي ما هنساكي. ولو احتجتيني في اي وقت في اي حاجه انا دايما موجود وتحت امرك. ساره مش عارفه انا ايه اللي عاجبك في البت التمرجيه دي؟
ياما دي بنت جدعه ياما وما شوفش منها حاجه وحشه. وعلى فكره بقى انا عملت مشكله ما بينها وما بين اخوها. يا ود هو انا لما اجي افرح بيك افرح بيك بواحده رايحه جايه طول الليل يوم تقول لك انا راجعه من النوفاتشجيه واليوم الثاني تقول لك انا بايته كنت في المستشفى؟ يا اختي راح فين يا بنتي يا كوريا في نصوص الليالي يا بيت؟ لا اله الا الله. وانت مالك يا ام سوك؟ مخنوق خارجه افك عن نفسي شويه طالع عشان بشويه هوا نضيف بدل الكتمه اللي واحد فيها. خلاص الحق عليا اللي خايفه عليك الا الحدايد يخطفوكي. ايه ياما ده ليه كده ياما؟ كوريا ولا يا كوريا خد يا كوريا راح فين يا كوريا؟ معلش يا سوكا سيبني وانا بخرج لوحدي. بقولك يا كوريا مش هينفع تسيبك لوحدك تمشي بالليل. وعلى فكره بقى الهم ما ينفعش حد يشيله لوحده. وانا اخوك يا بت الهم ابو اتنين يشيلوا اتنين. وعلى راي المثل يا مفرقني السبوع انا ما خدتش. ايوه يا كوريا ايوه كده. ايه يا سوسو ده؟ قاعد اندع عليك اندع عليك تسيبيني وتمشي؟ انا حسبت التاكس. طب يا حبيبي تعالى بس. طب يا حبيبي تعالى انا حسبت التاكس. تعالى 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 فلوس التاكس. تعالى تعالى تعالى. ايه ده؟ ايه ده؟ هو فين العفش؟ انا عندي مرتبه جوه بنام عليها. مرتبه ايه يا اما؟ فين العفش؟ بس انا بحبش الكركبه. كركبه ايه ومرتبه ايه ونيله ايه؟ هي احنا فين لا مؤاخذه؟ ايه ده؟ دي شقتك دي ولا ده ايه؟ لا دي بتاعت ابني وهو في امريكا وسايبها لي. سايبها لك من غير عفش؟ تعالي بس. يا ابني العفش اللي انت شاغل نفسك بيه تعالى بس هقول لك. اه هتقولي لي ايه؟ معلش اصل انا بس في حاجه بيني وبين العفش. فين العفش؟ هي كان فيها عفش. ايوه. وانا بعته. ايوه. عشان اصرف. لان الفلوس اللي ابني بيبعتها لي. أيوة. ما بتكفيش الشرب والسهر. تعالي. لا استني بس استني بس. انا نسيت البتاع تحت. انا هنزل بقى اجيب سجاير لان انا معيش ولاعه عشان هقول لك يا سوق. والله يا سوق دقيقتين وهطلع لك على طول. ما الكشك قريب الكشك قريب. بص يا كوريا ابراهيم صاحبي وانا عارفه كويس. اي نعم هو مجنون وما بيحبش الا نفسه ورايحه منه. بس يا بنت الحلال لو ما كانش جالك كوافير وقال لك الكلمتين دول كنت هقول لك لا. من الاخر ابراهيم عايز يطير ما بقاش حد ليه حاجه عنده. انا عايزك بقى تجيبي وتد وتربطيه وما تسيبهوش. وهو مين اللي عنده طقطان لنفسه عشان يجيب خلق البراهيم يجري وراي منه شمال؟ يا سوكا انا بيت يا جدعان انا بيت بيت ايه ما يقركوش شكلي ده. انا جوايا حته عيله صغيره لسه بضفايا عايزه اللي ياخدها في حضنه ليه طبطب عليها اللي يقولها كلام حلو من اللي بتقولوا للبنات ده اي حاجه. نفسي اللي بحبه ده انه تبقى مليانه بيا ما يبصش لواحده غير. صعبه دي جوايا عيله عايزه اللي يجيب لها دبدوبه ورده ولا ان شاء الله حتى يكتب لها جواب حب من اللي بيكتبوا لبعض في المدارس دي. انت عايزه اللي بيحبها يبقى بيلف حوالين نفسه كده عشان يبقوا مع بعض لوحدهم ولو ثواني يخطف بوسه من على خده ولما يخطفها اضربه على وشه بالقلم. مع اني من جوايا بقى مبسوطه